تمام، خلينا بقى نروح لخبر حلو. الأهلي دايما مصدر زي ما بنقول الفرحة بفرقه كمان المختلفة. فريق هنا تحديدا تنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي نجح في التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الفوز بالدورة المجمعة الثانية واللي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. فاز الأهلي على ام بي فيها بكام؟ ب3-1. قدم كمان، خليني أقول لحضراتكم، رجال تنس الطاولة بالأهلي يعني كان عرض قوي جدا خلال اللقاء، مش فكرة بس هنا بنتكلم على فوز تم، لا كان في عرض قوي جدا. ومهم كمان ان احنا نقول ان الفريق اكيد افتقد جهود هنا سيد لاشين بسبب الاصابه اللي بيعاني منها، وكمان تعرض شادي مجدي للاصابه بفيروس كوفيد 19 زي ما احنا عارفين، لكن لاعبي الفريق على كل حال كانوا على قدر المسؤوليه كعادتهم ونجحوا كمان في حسم اللقب يعني بالعلامه الكامله. الحقيقه البطوله دي شهدت تالق محمد البيلي ومحمد شومان ومحمود اشرف حلمي ويوسف عبد العزيز وخالد عصر وعمر بدير اللي نجحوا كلهم في قيادة النادي الأهلي للفوز على جميع منافسيه بالمعنى الحرفي. طبعا أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي أعرب عن سعادته بهذا التتويج بلقبي بطولة الدوري للرجال وللسيدات في هذا الموسم. قال إن تنس طاولة النادي الأهلي احتفظ بلقب دوري الرجال للموسم رقم 12 على التوالي، كما نجح في استعادة لقب دوري السيدات اللي فقدوا الموسم الماضي بعدما احتفظ به أيضا لمدة 12 عام، ويؤكد ان الجهاز الفني نجح في اعاده اللاعبات مره اخرى الى قمه اللعبه في مصر. خلينا نقول ان الموسم ده يعني يعتبر موسم تاريخي بالنسبه لتنس طاوله الاهلي بعد الفوز. هنا بنتكلم بجميع بطولات الفردي والفرق، ده من سن 12 سنه لغايه الدرجه الاولى، فدي حاجه اكيد كلنا كاهلاويه بنفرح بيها. وفريق كمان رجال تنس طاوله الاهلي بيضم افضل العناصر داخل مصر وجميع اللاعبين بيتدربوا زي ما بيقولوا كده بمنتهى القوه عشان يقدروا ان هم قدروا ان هم ينجحوا في الاحتفاظ بلقب بطوله الدوري للموسم ال 12 على التوالي. حاجة أكيد محترمة وجميلة جداً.